ها هنا امامه انسيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت في مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. مع النشيد الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة العلماء الأجلاء والسادة الأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة العلمية المباركة، السادة أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة للتدريس في هذه الكلية العريقة العالية، السادة الطلبة الباحثون الذين يشتغلون في مجال البحث العلمي على مستوى الماستر والدكتوراه، اسمحوا لي في البداية أن أوجه شكرا خاصا للسادة العلماء والأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة على تقبلهم بالتلقائية وبالصدر الرحب المعروف فيهم مبادرة هذه الندوة العلمية المباركة. أشكركم كذلك على مشاركتكم المستمرة في كل أنشطة المؤسسة، وأتفهم عدم حضور لطلبة الإجازة لأنه منهمك هنا في إعداد الامتحانات، وإلا فنحن جميعا نعلم مدى مشاركتهم ومدى يعني حضورهم بشكل مستمر وبكثافة كبيرة. وأردنا نحن لهذه الندوة أن تكون منحصرة في دائرة طلبة الدكاترة وطلبة الماستر، علما أن أشغال هذه الندوة ستنقل وسيستفيد منها طلبتنا الآخرون إن شاء الله الرحمن الرحيم. كما هو في علمكم تأتي هذه الندوة في إطار برنامج المؤسسة، هذا البرنامج الكبير الذي أطلقنا عليه اسم يعني برنامج التحسيس والتوعية، بعبارة أخرى أن المؤسسة أطلقت برنامجا كبيرا في مجال استكمال التكوين ودعم الثقافة بصفة عامة، وبالموازاة هناك برنامج كبير من أجل التوعية والتحسيس، وتأتي هذه الندوة في هذا الإطار. وعنوانها كما هو في علمكم يصب في موضوع من مواضيع الساعة، موضوع له أهمية كبيرة، قديم جديد وستستمر ويستمر الاهتمام به دائما وابدا نظرا للمواكبه المطلوبه في يعني تجديد قيم المواطنه وترسيخها وصقلها ليسير الشباب وتسير الامه ويسير المجتمع المسيره التنمويه التي تعرف الحمد لله في بلادنا وتيره سريعه. وعلينا في اطار ومن باب التذكير والذكير فان الذكرى تنفع المؤمنين ان نتوقف عند هذه القيم ونحدد بشكل واضح مسؤوليه الجامعه في ترسيخ هذه القيم في الناشئه داخل اسوار الجامعه وخارجها في اطار انفتاحها على محيطها السوسيو اقتصادي والاجتماعي. وبالتالي كما تلاحظون جاءت هذه الندوه يعني غنيه بمحاورها، غنية بمستوى المشاركين فيها، بحيث أمامكم ثلة من العلماء، العلماء المقتدرين الذين لهم سمعة علمية كبيرة ولهم صوت مسموع عندما يتحدث علماء كلية الشريعة بالأسلوب المعروف عنهم، فإن حديثهم يصل للقلوب قبل العقول. غنية هذه الندوة بهذا البرنامج الحافي، بحيث سأحاول أمامكم إن شاء الله أن أتوقف عند أمر ربما له جانب تقني أكثر منه علمي، لتحديد الدور المفروض بالجامعة في بناء شخصية المواطن الصالح. وبعد ذلك ستعطى الكلمة للأستاذ السيد رئيس الشرفة والأستاذ محمد الفروني سي عبد الله العزيز، الأستاذ محمد الفروني لسلامه أهمية العقيدة الإشعارية في ترسيخ قيم التعايش الاجتماعي والتسامح الديني، وبعده تدور المرأة في ترسيخ قيم المواطنة ل
للدكتورة سعاد العمراني المديني، ثم بعد ذلك نحاول إن شاء الله في الأخير أن نتتبعها.